أهلا وسهلا بكم في تكملة لبريبوزيسيوني، ونحاول نخلص كل اللي باقي النهاردة. عايزين نتكلم النهاردة على بريبوزيسيوني ارتيكولاتي. يعني ايه بريبوزيسيوني ارتيكولاتي؟ لما بتكلم على بريبوزيسيوني ارتيكولاتي، من الاسم بريبوزيسيوني زائد ارتيكولو. بس انا بحط اي ارتيكولو؟ لا، مع اي بريبوزيسيوني؟ لا، بريبوزيسيوني مع ارتيكولو ديترميناتيفو المحدد. طب خلينا نشوف ايه هي البريبوزيسيون ارتيكولاتي وبتبقى ازاي. يعني مثلا في بريبوزيسيون دي احنا قلناها في الفيديو اللي قبلها، دي مع البريبوزيسيون ارتيكولاتي بتتحول ل دي، فالدي بيو إل اللي هو ارتيكولو سينجولاري ماسكيلي، هتاخد دل. طيب دي بيو الابوستروفو، دي بيو ال والابوستروفو، اللي هي الابوستروفو اللي بتحط في الماسكيلي او الفيمينيلي سينجولاري، بتبتدي في بي فوكالي، هتبقى دل ابوستروفو، دي اي ال ابوستروفو. طيب عايز اشوف برضو دي مع اللو. ايه هي اللو؟ اللو اللي هو الارتيكولو ديترميناتيفو سينجولاري لكل الكلمات اللي بتبتدي بالاس بيو كونسونانت، بتبتدي بالبي ان، بالبي اس، جي ان، زيتا، اكس، ايبسلون. يبقى دلو مع لا هتبقى دلا، لا اللي هي الارتيكولو فيمينيلي سينجولاري لكل الكلمات المؤنثه المفرد اللي بتبتدي بفوكالي، لا هتبقى دلا. طيب البلورال بتاعهم بقى، الجمع بتاعهم، جمع الايل هو اي، جمع الايل هو اي، الاي اللي هو ماسكيلي بلورال بتبتدي باي كونسونانت. حلو، هتبقى داي. طب اللي اللي هي الجمع بتاعت الابوستروف ماسكيلي واللو، هتبقى دلي. طب مع الليه اللي هي كل البلورال فيمينيلي، دلي. يبقى كده دي عندي ان بتتحول ني، يبقى مع ايل هتبقى نل، مع ال ابوستروفو نل، مع اللو نلو، مع اللي نلي، مع الاي ناي، مع اللي نلي. بعد كده عندي دا هتبقى ده برضو، هيبقى دل مع الإل، دل مع الإل أبوسترفو، دلو مع الإل مع اللو، دل مع اللي، دلا مع اللا، دلي مع اللي، داي مع الإي. بعد كده عندي هتبقى برضو مع الايل بتبقى ال، مع الال ابوستروفو ال، مع اللو بتبقى اللو، مع اللا هتبقى اللا، مع الاي هتبقى داي، اي سكوزاتي اي، مع اللي هتبقى اللي، مع اللي هتبقى اللي. حلو، اللي ناقص؟ ناقص كمان السو. سو هتبقى سول مع الال، سول مع الال ابوسترفو، سولو مع اللو، سولا مع اللا، سوي مع الاي، سولي مع اللي، سولي مع اللي. تمام. في بقى حاجات تانية زي مثلا كون ما بتركبش معاها ارتيكولو، بير ما بتركبش معاها الارتيكولو، في عندي الترا والفرا ما بتركبش مع الارتيكولو، بينفصلوا. يقول لك فادو كون لا ماكينا، فادو كون لا ماكينا، va bene sto tra ci vediamo tra che ne so o sto tra la casa di casa o la casa di casa.
تراي البانكو اي تراي لو زاينو، فبحط الارتيكل عادي خالص. طب امتى بحط ما بحطش الارتيكل؟ خلينا كده نبتدي الاول، امتى ما بحطش الارتيكل؟ ما بحطش الارتيكل في اول شرط، وده مهم جدا، لما يكون عندي اسماء بني ادمين، اسماء اشخاص، يعني احمد، عمر، مصطفى، ماريا، جوفاني، جوليو، اي اسم شخص ما ينفعش احط معاه ارتيكل، فبحط البريبوزيسيون من غير ارتيكل. ايه تاني ما بحطش الارتيكل؟ لما يكون عندي اسماء الاشاره. ايه هي اسماء الاشاره؟ اللي هي كويستو، كويل، كويلا، كل دي اسماء اشاره، دي اسماء اشاره اساسا معرفه، فما ينفعش احط ارتيكل معاها. ما ينفعش احط ارتيكل مع البرونومي بوسيسيفي، الملكيه، لما يكون بعديها عيله، ولما يكون سينجولاري مفرد، يعني فراتيلو، بقول لك نون ستو، ما بقولش، ما اقدرش اقول كون il mio fratello، هو ميو اصلا ما بياخدش ارتيكلو مع فراتيلو، فبحط ستو كون ميو فراتيلو، ستو كون ميو بادري، فادو كون ميا سوريلا، فادو كون ميو فراتيلو. وهنعمل حلقه في كل اسماء الاشاره في كل العيله مع كمان البرونومي بوسيسيفي. حلو، امتى بحط بقى الارتيكولو؟ الارتيكولو بيتحط لما بكونش يكون بحدد قوي، بحدد حاجات معينه، بحدد مثلا هروح البيت بتاع جوفاني، يبقى لازم احط الارتيكولو. في الا في حاجات بتاخد ارتيكولو وحاجات ما بتاخدش ارتيكولو، هي بتتحفظ للاسف، ما فيهاش قاعده، هنزلها لكم برضو معاكم. في طبعا حاجات تانية كتير هنحاول نقولها واحدة واحدة مع بعضينا. في حاجة مهمة جدا، دي لما بيجي بعديها اسم وفي فوكالة، أنا بشيل الإي وبحط أبوسترفو، زي ما بيقول لك أنيلو دورو، المفروض أنيلو دي أورو، خاتم من الذهب أو مصنوع من الذهب، زي ما احنا قلنا دي بتاخد الماتيريا بريما، نوع الخامة اللي معمول منها. فأنيلو دورو، أنيلو دورو ده عبارة أنيلو دي أبوسترفو أورو، أو أنيلو دارجنتو من الفضة. طيب الضا بقدر أشيلها برضو، الضا ما بتتحركش، الضا ما حدش يجي جنبها، هي ضا وهتفضل ضا، في فوكالي ما فيش فوكالي هتفضل زي ما هي. عندي مثلا الإيه الآ، الآ لما أنا اتفقنا الآ يعتبر مع إلى، مع الأماكن الصغيرة، مع المدن، مع حاجة. طب مثلا في بعديها أمستردام، مثلا أمستردام هي تشيتا، فأنا أقول لك فادو أمستردام تقيلة، فلما يكون في فوكالي في وفي فوكالي بعديها بزود لتر اللي هي الدي، هتبقى فادو أد أمستردام، أد أمستردام، تمام. يبقى الدي بيتشال الإي لما يكون بعديها فوكالي، ال دا ما بحدش يجي جنبها، ال آ لو في فوكالي بحط دي، تمام. وقلنا لما بحدد ما ينفعش احط الارتيكل مع اسم شخص، ما ينفعش احط الارتيكل وهو بعديها اسم اشاره، ما ينفعش احط الارتيكل لما يكون حاجه غير محدده، ممكن احط ارتيكل انديترميناتيفو، يعني يقول لك بتاعت مين الحاجه دي، دي اون ميو اميكو، بتاعت واحد صاحبي، دي اون اميكو، دي اون اميكو بتاعت صاحب، بتاعت صديق، ما حددتش مين، ما حددتش اسمه ايه، فبحط ارتيكل انديترميناتيفو. في حاجات تانية بسيلها دي وخلاص، اسماء اشخاص، في اسم اشارة، في الملكية بس بعدها عيلة سينجولاري، وهكذا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان تفعلوا الجرس عشان تتفرجوا على الفيديوهات اللي جاية، وما تنسوش تبصوا بس على الفيديوهات القديمة. ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسارات أو أي مطالب اكتبوا لنا تحت الفيديو، هنقراها كلها، وإن شاء الله هننزل لكم كل الفيديوهات في وقت كويس خالص. بون سالفا توتي، تشاو.